عرض جديد على المسرح الكبير بدار الأوبرا يؤرخ لمرور 150 عاما على إنشاء الأوبرا الخديوية التي مثلت قبل احتراقها في عام 1971 انعكاسا لريادة أقدم الحضارات وأعرقها، وأكدت أن مصر على مر العصور هي ملتقى للتفاعل بين دول العالم ومنارة إشعاع للفكر والثقافة. ده حدث مهم جدا جدا. حضرتك لك أن تتخيل أن مصر بقى 150 سنة فيها دار أوبرا، ده حاجة عظيمة جدا. الاحتفالية النهاردة بتبتدي إن شاء الله بفيلم تسجيلي عن الأوبرا القديمة والأوبرا الجديدة، بيتبع ذلك مجموعة من الفقرات المميزة الفنية لأوركسترا القاهرة السيمفوني وفرقة الباليه وفرقة الأوبرا وكورال أكابيلا، بيقود الأوركسترا النهاردة المايسترو الكبير أحمد الصعيدي. على نفس المسرح الذي كان شاهدا على إبداعاتهم كرم عدد من الرموز الفنية التي ساهمت في إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا مهما في تقديم ونشر الفنون الجادة بمصر. رحلة طويلة من الفن الجميل والتعب والنجاح والأصدقاء والدراسة الطويلة في المعاهد وهنا في الأوبرا، يعني رحلة فنية طويلة. بشكر دار الأوبرا وبشكر المسؤولين عن دار الأوبرا على التكريم ده، وده طبعا شرف لي. تكريم النهاردة مش عارفة أقول إيه، يعني مفيش كلام يتقال أصلاً. شعور جميل جداً 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 إنه بشكر الدولة إنها برضو يعني افتكرتني وكرمتني الحمد لله، وحاسة إن أنا متكرمة جوا بيتي جوا عيلتي جوا أهلي. أيام الأوبرا الخديوية عملت عروض مع كسارة البندق وبخش سراي، وكان معايا أعظم راقصين في مصر، فأنا طبعاً سعيد جداً بهذا التكريم وبهذا الحفل، لأن دار الأوبرا المصرية اللي موجودة حالياً هي بتكمل الرسالة الفنية لدار الأوبرا الخديوية. كانت مفاجأة جميلة وكنتش منتظرة بعد السنين دي كلها. أنا اتكرمت برضو في حاجات كتير، لكن بالشكل ده لا، يعني أول مرة بالعظمة دي. وبشكر كل اللي نظموا الموضوع ده، من أول الوزيرة لرئيس الأكاديمية وكل اللي موجودين هنا. أخمدت النيران وأعيد بناء الفكرة في كيان جديد استضافت أروقته عشرات الألوان الفنية التي نجحت في جذب قاعدة جماهيرية كبيرة وساهمت بإيجابية في تشكيل وعي المجتمع وبناء الإنسان. علي عامر، MBC مصر.